بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة جوهر السويس. جولة في الأسماك الشعبية، والراجل ده يعني بصراحة مميز. السلام عليكم أبو حميد. السلام ورحمة الله وبركاته. الناس زعلانة منك. ليه بس ما توصلش دليفري ليه؟ عشان من الفرش مش كده؟ هي القصة والله إن أنا محكوم هنا، أنت فاهم؟ واقف لوحدي فمش هعرف أوصل دليفري. هي القصة والله إن لو في إمكانية مثلا برضو الكمية بتفرق يا عم أحمد. أنا مش هبعت عربية ولا أروح الموقف عشان يعني أنت مشكلتك في طلبات الكمية القليلة؟ هي وإنك أنت ما تقدرش تسافر. أنا عندي برضو أحب الزبون يجي يشوف الحاجة بعينه. طيب. دي يعني بتريحني أنا. يعني دعوة منك قول دعوة منك إيه؟ أنا بقول لك إن الزبون يجي يشوف الحاجة بعينه. تمام. يبقى شايف الحاجة ويشتري على الطبيعة. بالظبط كده. حاجتك النهاردة حلوة ولا أي كلام؟ لا مية مية. طب تعالى معايا يا حبيب قلبي، تعالى من على اليمين كده. ده شخرم يا عم أحمد. الله، لا لا شخرم شخرم. بص يا جماعة السمكية متنية إزاي؟ يعني هي حلوة وطازة. جر دي مش كده؟ جر بس بتاعت بس جر بتاعت اول وش طرح. وش المركب اخر طرحه. اي والله نور عليك. يعني ايه يا جماعه وش اخر طرحه؟ المركب بالجر لما بتطلع رحلتها وبتصطاد بتخزن في الثلاجه، بتخزن في الثلاجه اللي يطلع في صدر الثلاجه من جوه. ده اليوم الاولاني، اليوم الثاني الصف الثاني، اليوم اللي بعده الصف اللي بعده. السمكيه دي في صدر الثلاجه، يعني صدر يومين ثلاثة. عشان كده دايما بنقول الناس اللي عايزة تشتري طاولة جمبري، طاولة جمبري من مركب في المينا، ياخد وش التلاجة زي ما نقول وش القفص كده، يبقى السمكية فيها تلمع اهي زي ما احنا اهو، ما تفرقش عن الفلايك. بص يا عمي ده سمك صح، ما تفرقش عن الفلايك يا جماعة. دي نصيحة مني الناس اللي هي بتشتري طاولة بحالها، إذا كان من المينا الأدبية لو من الصيد بالأتكة، ياخد يراعي إن هو لما يجي يشتري يشتري من وش أول طرحة من ناحية التلاجة. تمام كده يا أبو حميد؟ تعالى يا أبو حميد. ده بكام الشغل الجميل ده؟ الشغل ده 30 عم عشان 25. لا 25 نقول 25. انا بقول لك يعني هو انت فاهم، واحده كده وواحده كده. طيب دي بتمشي دي ودي بتشيل دي. الشراره دي 10 على 10 صح؟ ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ اللون يا جماعه مش بهتان. اي والله نور عليك. ما تاخدش الشراره او المرجان المبيض ده. ليه؟ عشان بيبقى باقي تتهرم التلج بيض خلاص يا عم احمد، مده صلاحيته انتهت. يعني احنا مع بعض اهو على كده. على خط واحد. انور عليك يا عم احمد. لازم بنسميها هي مش دمويه بس نضاره. نضاره وبعدين بيضه برضه من عينيها. بص العين يا جماعه. عين السمكيه صح. والسمكيه الشراره دي يا جماعه في الشوي تحفه. خرافه. تحفه. صح كده؟ عندي خدها على ضمانتي. شعاع ضمان. هي اجمل حاجه فيها الشوي. شوي بس. بس. هي شوي بس ما بتعملش اي حاجه ثانيه. ما بتعملش حاجه غير كده. لحمها ابيض وفصوص. فص ابيض. تمام. فص صفاره خالص يا عم احمد. بصوا يا جماعه الكاميرا يا رب تكون مبينه لكم اللون. ما تاخدش السمكه، انا اوريكم مثلا مثال، يعني اللون الابيض عن كده كمان تبقى فاتحه خالص، تبقى فاتحه خالص كلها، والعين بتبقى جوه مدمعه كده يعني غطسانه لجوه. تمام. السمكيه دي 10 على 10 بكام دي؟ دي ب 70 على 70. ليه يا ابو حميد؟ بس دي صح يا عم احمد، في اقل من كده بس الجوده بتاعتها بتبقى اقل من كده. طيب البربوني ده بقى، البربوني ده بقى خرافه بلح. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، سمك سمين كمان يا عم احمد. في بربوني بيجي يبقى هزيل ما فيهوش لحم. بص السمكه دي ظهرها عالي ازاي وسمين ازاي. لسه بار سمك صلاه النبي يعني. شوف الظهر عامل ازاي يا جماعه. ما شاء الله حاجه ظهرها مليان، والسمكه ثقيله تحت ايدي مش هزيله. بكام البربوني ده يا احمد؟ البربوني ب 80 يا عم احمد. 80؟ طب بص يا جماعه، بس هو برضه خلي بالك ساعات بيبقى اقل من كده بس على حسب يوم، يعني النهارده ما فيش بربوني كتير عشان كده جاي غالي عليا على الزبون. اللي البربوني المسمره شويه دي تربه. افريقي بربوني افريقي هو بيجي في بعضه يا عم احمد. يعني ادي ادي واحده يا جماعه اهي افريقي. ده اسمه ايه؟ الاثنين بلدي يا عم احمد. الاثنين بلدي بس دول يعني انت فاهم ما بيقعدوش، بيجيبوها في بعض. ده افريقي وده ده بلدي، ده بلدي وده بلدي، بس ده اسمه افريقي بربوني افريقي. عشان الناس دي بقى افريقي. ايوه. بكام قلنا؟ 80. 80 عم. حلو. ده عنبر يا عم احمد صاحب بتاع فلايك. عنبر عنبر بقى يا جماعه، ده بتاع فلايك، ده مش جار. تحفه. ما هو بص بالظبط تحت ايدي يا جماعه. تحفه. بكام العنبر ده يا ابو حميد؟ العنبر ده ب 100 يا عم. 100. اتدلع براحتك يا احمد. اتدلع. نقول لهم 90؟ والله ب 100 يا عم. 100 بصراحه يا جماعه الحجم ده دي تتخلي تبقى في ال في الزبده بلدي. زبده بلدي. الناس اللي غاويه تملح السمك
البربوني ده يا جماعه زبده بلدي، جربوا وهتلاقي خرافه. زبده بلدي مش كده؟ زبده بلدي. سمين ها؟ ده قلنا ايش ولا 100؟ اه 100 يا عم. تمام. الدراج ده سويسي ولا طالع من بورسعيد؟ ده الدراج ده بتاعنا سويسي يا عم. سويسي ها؟ التاني بيبقى غامق شويه يا احمد. التاني بيبقى غامق. الله ينور عليك. اللمعه بتاعته فيه. ما انا برضه بنعرف الناس عشان انت عايز. صح كده. وانت قول لي المعلومه. صح، هو التاني بيبقى لونه غامق يا عم احمد، ده بتاعنا لونه تحس ان هو لونه فضي شويه. لونه باين حتى. بصوا يا جماعه. لونه باين، التاني بيبقى غامق قوي. برافو عليك. بكام؟ 70 ده ولا 75؟ لا ده 65 يا عم. 65 كمان؟ كيلو ونص ب 100 يعني. طب حلو حلو. بصوا برضه على حسب، يعني انا الفيديو اللي فات كان عندي ب 80 جنيه. برضه على حسب، كل حاجه على حسب. حسب ما انت بتشتري. عشان في زبون برضه يعني الزبون بيبص للفيديو. لا لا الزبون واعي. ايوه يقول لك يا مثلا انا شفت مثلا ب 80 شفت ب 60. بصوا يا جماعه الناس كل يوم على حسب يوم. بصوا يا جماعه برضو انا اتفق مع احمد، الناس اللي بتقول لك اهم حاجه تكون السمكه الجوده بتاعتها عاليه، لو اتغلبت بخمسه بس تاخد سمكيه نظيفه. انا من رايي كده، وانا وجهه نظري كده، ادفع 5 جنيه زياده واكل حاجه اخدها اكلها، لما اخد حاجه اخدها ارميها. يعني عينيها هي اللي تشتري. هي طبعا العين بتاكل قبل البق. يعني ما يشتريش من تاجر بمعنى صح. العين بتاكل يعني قبل. انت لو قلت لي ماليش دعوه بكلامك، انا ليا عيني. بالظبط كده انت. عشان كده انا بقول لك انا بحب الزبون يجي يشوف الحاجه بعينه. تمام. تفرق معايا انا في ايه؟ ان هو يشوف جوده السمك نفسها عامله ازاي. احنا خدنا كلام محمد احمد اول دخلت السوق من ناحيه مساكن الانصاري اسماك المدينه، اول محل على اليمين ده قلنا 65. تمام يا عم. حلو. الملص ده خرافه. صاحب بتاع سنار ده عم احمد. في حاجه زيه واحمد احمد بس بتيجي بتاعت خليج، ده بتاع سنار بتاعنا سويسي. عشان برضو الزبون ما يعرفش عشان ما يتخدعش فيه. تمام. التاني بيبقى لونه غامق قوي عم احمد وبيبقى دبلان وسمك فطسانه مطبقه. انت فاهم، انت عينك بتجيب العين الحاجه الصح. يعني هو احمد بيقول لكم يا جماعه خد الحاجه اللي تشتهيها نفسك وهي نيه حتى. بالظبط كده. وهي نيه انت تشوفها تبقى عايز تاكلها نيه. الله ينور عليك. هو السمك بيبيع نفسه. الملص ده 55 ولا كام؟ لا حاج ده غالي شويه عشان ده بتاع سنار عم احمد. الملص ده ب 70. 70 عشان سنار مش جار. مش بتاع جار ومش بتاع خليج. كله كده عم احمد. ده طبعا في الشوربه. الله ينور عليه. كده عم احمد. بص سمك برضه باين من عينه عم احمد. سمك صلاه النبي يا عم. بسم الله. ربنا يحسن سوقك يا احمد. كلها وادعي لي. ربنا يحسن سوقك يا احمد. الله ينور عليك. الله يبارك فيك. بصوا يا جماعه يعني بصراحه الفرش انا محتار اعرض لكم ايه. ده حارس انا دايما بمسكها كده. الله ينور عليك. التانت يبقى بايت. خدها يعني من غير ما تفاصل معاه. امسكها كده. التانت يبقى ايه؟ خد نفسك وامشي من غير ما تساله حتى على السعر. ولا يا ابو حميد؟ صح بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ صح والله صح، انت بتتكلم صح. السمكه لما بيبقى جسمها خلاص اتحرق. بتلاقيها بتعمل يمين يمين. ترقص يمين وشمال. لكن دي بص السمكه واقفه. ده بكام؟ ماسكها من اخر ديلها وواقفه. ده بكام يا ابو حميد؟ ده ب 60 يا عم احمد. برضه على حسب يوم. لا على حسب يوم. النهارده والله جاي 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 غالي. برضه انت فاهم؟ النهارده قاعد بنصور يوم الجمعه، والجمعه ده بيبقى فيه ضغط. ايوه جدع عم احمد الله ينور عليك. انت عايز اقول لك كده ان يوم الجمعه يبقى السمك انت فاهم قليل والعرض كتير. ايوه وفي زبون فيه فرق. فيعني ربنا يرزقكم. يا مسهل يا مسهل عم احمد. تمام. ادي الحارس يا جماعه. ده ازاز ابيض. ايوه الله ينور عليك. ازاز ابيض يا جماعه اتعلمنا خلاص. بيبان من ديله. بيبان من ديله. واحد ونص ابو بص ابويا صلى على النبي. اقسم بالله اقسم بالله ده ب 200 جنيه واحد. ان شاء الله لو تاخد نص كيلو احنا تحت امرك من غير اي حاجه نرجع النصيب في الاول وفي الاخر. كل واحد بياخد رزق. انا عارف. بكام الازاز الابيض ده؟ ده يا عم احمد ب 220 بس ده ناشف. جمبري ناشف. والله يا احمد انا احترت يا احمد. قول لي ليه؟ ليه؟ انا لسه عامل فيديو ب 300 320 يعني بقول لك يعني برضه عم احمد. انا هفهمك حاجه، كل واحد على حسب ما بيتسوق. حسب ما بيشتري. ايوه انا ممكن اتسوق يعني النهارده سوق مرتاح. مش النهارده سوق مرتاح يعني الاشخاص يعني نفسها. برافو عليك ما بتغلطش في حد. الاشخاص لا نفسها. لا استنى نفك على الحته دي. انت ما بتغلطش في تاجر تاني بتقول هو باع بيبيع غالي شويه عشان جايبه غالي. هو بقى هو على حسب سوق. هو على حسب سوق. مش انا النهارده ممكن اتسوق. ما استطعتش الكلمه وقلت انا احسن منهم. لا 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 كل واحد بياخد رزقه عم احمد في الاول وفي الاخر عامه. تمام يعني. الله ينور عليك. بس هو مثلا ممكن النهارده يبقى متسوقه غالي شويه وانا متسوقه حلو. وتسوقته حلو. بس انت فاهم هي دي اللي تختلف. يعني اللي بيسوق عن تسويق. كل ما تسوق حلو كل ما تبيع مرتاح. بالظبط كده. صح؟ قلنا ده كام؟ تبيعها متشرفه. قلت لي كام نسيت؟ ده 220 عم. 220. وده ازاز صافي برضه. ده ازاز يا جماعه. ده بتاع فلايك ده عم احمد. ده بتاع فلايك. ازاز. والله انا محتار يا جماعه. نفس الازازه دي وسعرها موجود عندكم في الفيديوهات. بكام ده؟ 200 انا سامع ده ب 200 يا عم احمد.
والله حلو. حلو يعني مش حلو ايه يعني بالنسبه للاسعار الموجوده حلو يا جماعه. وعندي شعور بتاع الصناعه. بتراعي الميه يا احمد؟ لا عم احمد انا باوزن الكيلو جمبري كيلو جمبري كيلو جمبري بتصفيه اصفر. عندي مصفى وبصفي فيها الجمبري. يعني ما بتستعجلش على الزبون. بس هو يزيد يا عم احمد معايا، انا مش هقبل من الزبون مثلا انت فاهم جرام 2 جرام 3 جرام ربع كيلو مش هزوده. لكن الميه دي عشان ما تسودش، لازم تتحط في ميه، لازم يتحط في ميه وتلج عشان الجمبري ده لو سبته من غير ميه يسود ودماغه تتكسر. تمام كده. ادي يا جماعه اهو 200 جنيه جمبري كله ازاز فوق زي تحت يا عم احمد. انا بوشش برضه سمك. جميل يا جماعه. انا بوشش سمك كله زي بعض. ربنا يرزقك. الله يرزقك يا عم. يا جماعه ازاز تايجر ب 200 جنيه. الشعور ده بقى وسط بس بتاع سنار يا عم احمد. ودي امرايه. ده امرايه هم جايين في بعض يا عم احمد. بتبيعه انت سعر واحد؟ بكام الكيلو ده يا عم احمد؟ ب 110. ب 110 هو يعني مش هقول لك يعني مثلا هو في احجام اكبر من كده بتبقى عامله مثلا 130 140 على حسب. بص يا جماعه بس دول صلاه النبي يعني. لا هي سمكيه كمان واقفه يا عم احمد. بص السمكيه. بص يا جماعه واقفه ازاي دي؟ لو يعني لو كده بتتني وبتتني. بص الامرايه دي ودي الامرايه اللي ما يعرفش طعمه واحد الاثنين والقمر قطع. الناس بس خدت كلمه الشعور بس. هي مسميات بس. يعني بس انا اقول لك على حاجه، انا كبتاع سمك اكل القمر وما اكلش الشعور. عشان لحمها مليان شويه وظهرها عريض. ابيض فص ابيض تحفه تحفه فنيه. بص يا دي تجيبها اكتر من نص كيلو. دي دي تعمل لها بتاع نص كيلو. اوزنها كده يا احمد. نص وطبب يا عم. يعني انا اللهم صل. لا انا بدور على نظرتي انا في عيني. الله ينور عليك يا حاج. الله ينور عليك. نص وزياده يعني. نص وزياده يا جماعه صابر. نص وتم. ده ب 110 يا جماعه. ده ب 110. جميل يا ابو حميد. جميل يا ابو حميد. السوبيا دي جر. دي جر بس صحي. بس صحي ما انا عايز اقول لك جر. بص يا عم احمد السوبيا لو بايته. بص متطبقه. لا دي شاربه ميه يا جماعه هتلاقيها مش متطبقه كده. الله ينور عليك. وتحملها كده. وحاجه ثانيه كمان. استنى يا احمد بس. اللي عملتها كده تشر ايه؟ ميه. ميه. امسكها لي يا احمد بقى عشان اصورها كويس. بص يا جماعه ادي السمكه بقى لنا بتاع دقيقتين اهو ودقيقه. مفيش نقطة مية ومتطبق وفرشها على تلج ما تاخدش اللي في اروانة المية. الله ينور عليك يا عم احمد. ايه رايك؟ صح كده الله ينور عليك. وحاجة تانية برضه أنا عايز أقولها للزبون، الصوبيا طول ما هي طازة يا عم أحمد تلاقي جسمها أبيض كده من قبل ما تتنضف يعني. دي الشمعة لو لقيتها محمرة شوية يبقى بناقص منها. برافو عليك برافو عليك. عندي عندي غير بناقص منها حتى. أيوة. لو عندي ومحمرة ما تاخدهاش. شفت يا جماعة بيقول لك حتى لو عندي ومحمرة ما تاخدهاش. دي يقول لك كام؟ دي ب 80 يا عم احمد. حلو. جميل يا جماعه. كلها احجام واحده يا احمد ولا متوشش؟ احجام واحده يا عم احمد. طب قلب لي كده عشان الناس تطمن بس. بص يا جماعه الراجل ما عندوش غش وما فيهوش على وعلى كده يا احمد تلج وما فيش ميه. تمام ده 80 ها؟ ده زي ده ولا اصغر؟ لا ده اصغر. اصغر سن. بكام التايجر ده؟ احمد ب 170. 170 170 يعني 30 جنيه فرق. بين ده وبين ده بس ده يعني ده مدرب فيه الصغار شويه يا عم. بسم الله ما شاء الله. يعني مش كله كبير يعني مدرب فيه الصغار شويه. حلو قوي ب 170 ده يا جماعه. ده ازاز كله صافي بقى. باشا بص النار يا حاج. جمبري ازاز تايجر تاخد الحاجه ب 170. سيبك من الفلوس الدوش رضا نصيب في الاول وفي الاخر يا عم. وعندي صوبيا بلدي حلوه برضه لو عايز تسقط. شمع ابيض من قبل ما تتنط. شمع ابيض من قبل ما تتنط. وعندي جمبري اساسي. وعندي مكرونه فرصه وعندي كشري وعندي بقوني وعندي بقايا وعندي صراحه يا باشا وعندي براكه. دي يا جماعه تشكيله. عندي حفاره حلوه. دي اكيد من غير ما اساله ده فلايك. دي فلايك عنبر دي. يا عم احمد. الله ينور عليك يا عم انت خلاص بيت خبره يا عم احمد. ده يا جماعه ادي الحفاره. دي تشكيلة حفارة. حفارة على قصر. على نفارة على قصر. على سجان. على أروس صغير. ده سمك كمالي عم على نفارة. جميل. على سجان يا جماعة. تشكيلة تشكيلة تشرح القلب والعايزة الأكيد. سمك يتاكل نايم. سمك ده شوي رده ده. ده شوي قلي الاثنين تحفة. جميل. من السمكية مرعاها نضيف. بص يا جماعة برضو. على تلج قاصة قاصة برضه قاصة وبوز زي بوز العصفورة كده نفارة نفارة حفارة. هجيب لكم التلات انواع اللي هم عيلة واحدة حفارة نفارة تمام وقاصة وبعدين اللي هي بقى ايه
السجام بكامل التشكيله الجميله دي يا احمد؟ 50 50 اسعار متناوله يا عم احمد، اسعار متناوله. قول يا ربنا يوسع عليك، كنت في اول السوق ووش القفص زي ما بيقولوا يعني. هو ميزه وعيب، خلي بالك ميزه وعيب. ياخد منك اسعار ويجي يشتري من بره. بس هي الجوده اللي بتحكم الزبون ما هو يرجع تاني. ورزقك الحمد لله كل واحد له رزقه. السهليه دي فيها وفيها صغير وفيها كبير، بس كلها كده، اي واحده بتسعى عليها كلها كده. بصوا يا جماعه كلها مبطرقه. بكام دي يا ابو حميد؟ دي ب 70 عم. 70 السهليه دي يا جماعه ب 70 جنيه. ده الجمبري ده ب 170. على محمد الصبيه 80 بس. وعندي شعور حلو، وعندي جماعه اساس. اسعاره قدام الكاميرا واسعاره ورا الكاميرا هي اسعار واحده. دي جولتنا عند احمد اول دخلتك من السوق. صباح الفل يا حبيب قلبي، ده هتقول برضه مع احمد يا جماعه عشان لو ما قلتوش احمد، هو واحمد واحد تمام. خلاص تراك برجوني افريقي وبرجوني بلدي وعنبر بسم الله ما شاء الله وشراره وشراره وشكرم جر، بس اول اخر طرحه يعني اول التلاجه تمام. Thank you.